ومن قلقيلية معنا مراسلنا عميد شحادي. عميد، ما الجديد لديك؟ نعم، هنا في بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية ما زالت المواجهات مستمرة لغاية الآن بين الشبان الفلسطينيين الغاضبين على استشهاد ابن بلدتهم الشرطي طارق بدوان. هناك اشتباكات عنيفة بين الشبان الغاضبين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. أصيب 4 شبان تم نقلهم إلى المستشفى قبل قليل. هذه رقعة المواجهات توسع أكثر فأكثر في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، ولكن هنا أكثر الاشتباكات ضراوة دعونا نقول. وعد عن هذه النقطة هناك نقاط أخرى من المواجهات في منطقة نابلس تجددت قبل قليل، في منطقة الخليل، في بيت لحم وطول كرم وقرى رام الله. كما نشاهد حاليا الشبان الفلسطينيون في عمليات قر وفر بينهم وبين جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذه البلدة. عميد، إلى جانب يعني هذا الوضع الميداني الذي نشاهده معك، هل هناك أي دعوات أو مواقف مرافقة؟ نعم صحيح، حاليا الدعوات كانت من قبل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح. مثلا في منطقة جنين كان هناك دعوات للتصدي لقوات الاحتلال و اعتبروه نحن الآن في معركة مفتوحة، كما جاء في بيان حركة فتح التي ينتمي لها شهيد هذه البلدة. نحن الآن في معركة مفتوحة مع قوات الاحتلال، وهناك تخوفات من تصاعد هذه الأمور. حتى هذه التخوفات جاءت على لسان الإعلام العبري بأن هناك تعزيزات من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأن هناك أياما صعبة سوف تأتي هنا. وزارة الصحة الفلسطينية رفعت حالة التأهب والجهوزية في مستشفياتها تحسبا لزيادة أعداد الجرحى بسبب هذه موجة التصعيد الإسرائيلية هذه التي حملت السلطة الفلسطينية مسؤوليتها إلى الإدارة الأمريكية أولا وسلطات الاحتلال الإسرائيلي ثانيا، وذلك في بيان من الرئاسة الفلسطينية أدان التصعيد الذي سببته كما قال صفقة القرن. عميد شحادة مراسلنا من قلقيلية، شكرا جزيلا لك.